بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح اليوم أعمال المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث، الذي يقيمه القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق. وتنطلق فكرة المؤتمر من واقع الحالتين العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث، القرون الخمسة الأخيرة، التي لم يعنى بهما العناية الكافية على الرغم من الجهود المبذولة من كثير من الباحثين في هذا الشأن، سائلين الله العلي القدير أن يوفق جهود علمائنا الكرام ويسدد خطاهم في هذا المؤتمر لتحقيق الغاية المنعقدة من أجله. كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر والقسم العلمي في هيئة علماء المسلمين، يلقيها الدكتور عماد الجبوري نائب مسؤول القسم العلمي في الهيئة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة والفضيلة من العلماء والباحثين والضيوف الكرام، كل بصفته وعنوانه، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم في مشاركتكم هذا المؤتمر البهيج والحفل الأريج. أما بعد، فقد ظل العراق على امتداد تاريخه رافدا حافلا في الحركة العلمية والتعليمية والفكرية، لما أنتجه علماؤه وأبناؤه من شتى العلوم والمعارف المتنوعة. ومن هذا المنطلق ارتأت هيئة علماء المسلمين ممثلة في قسمها العلمي وبالتعاون مع أقسام الهيئة المؤازرة الأخرى إحياء هذا المؤتمر الذي خصص للحركتين العلمية والفكرية في العراق، إحياءً لجهود أعلام العراق وتعريفاً بهم وبنتاجهم وآثارهم، وإغلاءً للمكتبة العراقية والعربية والإسلامية، وتذكيراً للأجيال الجديدة بهم، وتحقيقاً للأمن العلمي، وتحفيزاً للنهوض في واقعنا المعاصر. ولكي تتسع ميادين العلم والفكر ويتصل حاضرنا بماضينا في مختلف الاختصاصات العلمية والمعرفية في مدة زمنية لم تدرس دراسة وافية بحقها من موروث العراق في القرون الخمسة المتأخرة، التي قلت أخبارها وغابت أزهارها وأغفلت أسفارها وأقمارها وعانت من الإهمال الكبير. ونحن العراقيين أولى الناس بإحيائها ودراستها وكشف الضر ورفع الغبار عنها. عقد هذا المؤتمر بعنوانه السامي لتراثنا العصامي، حرصا لأمتنا وأجيالنا من العبث، واستجلاء لمكنوناتها، وبعثا لمجهوداتها العلمية والفكرية ومميزاتهما في العصور الخمسة الأخيرة
ونشراً لها. وفي هذا الإطار، ومن ساعة إطلاق دعوة هذا المؤتمر، وصلت إلى اللجنة العلمية المكلفة بجمع وقراءة وتمحيص الملخصات والعناوين 165 ملخصاً، قُبِل منها 100 ملخص وواحد، وتم على إثرها مخاطبة الباحثين بقبول ملخصاتهم وعناوينهم. وقد وصل بالفعل إلى اللجنة العلمية 85 بحثاً مستوفياً الشروط العلمية والضوابط الخاصة بهذا المؤتمر. وتنوعت مصادر هذه البحوث لتشمل دولاً عربية وإسلامية، ابتدأت من العراق صاحب الشأن في هذا المؤتمر، مروراً بالأردن وفلسطين. من الهند. لقد اشتملت بحوث هذا المؤتمر بحق على دائرة معارف جمعت بين علوم متنوعة واستدراكات بحثية موفقة ومعارف مسددة حرصت على سعة العلم ومنابع الفكر. وهذا يؤكد القول الذي يقول إن العقول ما تزاحمت على أمر غامض إلا استخرجته. وقد قام هذا المؤتمر على أركان ثلاثة: علمية وتنظيمية وإعلامية، كل بحسب تخصصه ودوره المراقب. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر والامتنان إلى إخواني أعضاء هذه اللجان على جهودهم الكبيرة طوال الأشهر الثمانية التي سبقت هذا اليوم. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل والعرفان العميم للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على احتضان هذا المؤتمر وتسهيل إقامته. ولا يفوتني أن أشكر إخواني الباحثين على ما قدموا من مشاركة فاعلة في دعم محاور هذا المؤتمر. وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الجهود العلمية المباركة في هذا المؤتمر العلمي الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة علماء العراق يلقيها الأستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق المحترم، المشايخ والأساتذة الضيوف الأكارم، السادة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراق، وما أدراك ما العراق؟ إنه الشعلة الوضاءة التي أنارت السبيل في الظلمات الحالكة، إنه النور الذي ملأ جنبات العالم علما وسعادة، حضارته شامخة باسقة منذ فجر التاريخ، حيث ظهرت فيه أول الشرائع في العالم كشريعة أورنمو
وحمورابي قبل الميلاد بزمن طويل، وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وتحررت بلاد الشام والعراق ومصر وبلاد فارس وغيرها، وكان على رأس الجيوش الفاتحة الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا مصابيح الظلام مرشدين ومعلمين، فتخرج في حلقاتهم التابعون الذين حملوا ألوية العلم ونشروها وأسسوا المدارس الكثيرة التي هي مراكز علمية في الأمصار المختلفة، وصار لها تلامذتها وشيوخها، فقصدها الناس من الأماكن البعيدة. وكانت الكوفة والبصرة في العراق قاعدتي الفتح الإسلامي لبلاد فارس والهند والشرق. قال ابن سعد: هبط الكوفة 300 من أصحاب الشجرة و70 من أهل بدر. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة قبل الجماجم فرأيت فيها 4000 يطلبون الحديث. والناظر في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المؤرخ والمحدث المعروف وغيره من كتب التاريخ يجد العجب من كثرة هؤلاء العلماء وكثرة المدارس. وبغداد منارة الفقهاء ومهوى العلماء وأنيسة الأدباء والشعراء وغيرها من المدن الرئيسة في العراق، زهرت بحياة وارفة الظلال، وزادها بهجة اهتمام الخلفاء والولاة بالعلم والعلماء وبذلهم المال في سبيل ذلك، حتى قال غوستاف لوبون: إن خلفاء بغداد ملكوا العالم بحضارتهم على الخصوص. وقال أيضا: عندما كانت بغداد مركزا أضاءت العالم بنورها الوهاج، كانت أوروبا غارقة في دياجير الهمجية. حتى كان الخلفاء العباسيون يبادلون الأسرى بالكتب تشجيعاً للحركة العلمية، وكان من شروط معاهداتهم أن يصل العلماء المسلمون إلى مكتبات الكنائس وقصور بيزنطة. ولا غرابة في أن يفتخر قتيبة ابن مسلم الباهلي فاتح الشرق حين خاطب أهل خراسان بقوله: يا أهل خراسان، انسبوني تجدوني عراقي الأم، عراقي الأب، عراقي المولد، عراقي الهوى والرأي والدين، وقد أصبحتم اليوم فيما ترون من الأمن والعافية، قد فتح الله لكم البلاد وآمن سبلكم، فالضعينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جواز، فاحمدوا الله على النعمة وسلوه الشكر والمزيد. وفي العصر الحديث ظهرت البيوتات الأصيلة العريقة بنسبها في بغداد والموصل والبصرة وأربيل والسليمانية والنجف وغيرها، تكثر فيها مجالس العلم التي تبارى فيها العلماء والشعراء والأدباء. ثم ظهرت المدارس التي غدت تمنح الإجازات العلمية
الدالة على رصانتها ورفعة شأنها في العالم، حتى قال برنال: فنحن في الغرب مدينون للعرب بكل علمنا. ورافق تلك المدارس بناء المكتبات والمستشفيات والخانات أي الفنادق والمراصد الفلكية، وتدريس علوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء والهندسة، فكان ذلك دافعاً للطلبة إلى أن ينهلوا من معين المعرفة الثر في بغداد وغيرها. ولكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. فعواد الزمن تدور والسنن الكونية لا تتغير. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا العراق اليوم يتعرض لقوانين الاحتلال كما تعرض لها في أيام المغول. وإذا أصابته رياح الظلم والبؤس والمحن، فسيعود بفضل رجاله وأهله الذين يملكون القدرة على إعادة البلاد إلى وضعها السليم. وأول أسبابها التكوين العلمي الذي تنبع منه أسباب التقدم للحفاظ على الشخصية، ناصعة البياض تزهو بحلتها في روعة وبهاء. واليوم تقوم هيئة علماء المسلمين على هذه الندوة المباركة لترصد الحركات العلمية في العراق في القرون الخمسة الأخيرة، وتعرف بالجهود الرائعة لعلماء العراق ومشايخه ومفكريه وباحثيه في هذه القرون في مجالات العلم المختلفة. فضمت محاور هذا المؤتمر 14 محوراً في التفسير والحديث الشريف والفقه وأصوله والعقائد والأديان والفرق والقانون والفكر السياسي الإسلامي وعلوم اللغة العربية والتاريخ والحضارة وأعلام الحركتين العلمية والفكرية ودور العلم والمعاهد والمدارس والمؤسسات الشرعية والصلات العلمية بين بغداد والحواضر الإسلامية وعلم الاجتماع ودراسات الإعلام والمخطوطات وخدمة التراث. وسترون أيها السادة الأفاضل الجهود الكبيرة التي سيقدمها الباحثون المكرمون في التعريف بأعمال شيوخها وعلمائها وأساتذتها في تلك الميادين، وإنها لخطوة في غاية الروعة والأهمية أن تلتفت الهيئة المباركة إليها وترصد تلك الجهود اليانعة التي ستكون بادرة حية بناءة. أرجو أن تعقبها جهود أخرى توضح وتزيد، متأسية بعلمائنا السابقين الذين دونوا في أسفارهم الشارد والوارد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية أود أن أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة والسماحة والسعادة
العلماء الأفاضل، في مقدمة كلمتي أتقدم بجزيل الشكر لهيئة علماء المسلمين في العراق وكل العاملين على تنظيم وترتيب هذا المؤتمر العلمي الثالث في هذه الدولة العزيزة. ويطيب لي أن أبلغكم تحيات معالي رئيس الشؤون الدينية التركية الأستاذ الدكتور علي أرباش وكافة العاملين في الرئاسة. وأنا سعيد جداً بتواجدي معكم في افتتاح هذا المؤتمر العلمي، وكذلك على يقين أنه سيتم تناول مسائل مهمة ويتخذ قرارات أو توصيات تعود للأمة الإسلامية بالخير والبركة إن شاء الله. السادة الأفاضل، نحن نردد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام القائل بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. انطلاقاً من هذا الدستور القيم وامتثالاً للآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة، نحن كرئاسة الشؤون الدينية نحاول جاهداً معالجة الأوضاع الراهنة التي تعيشها الأمة الإسلامية في أصقاع العالم من أوروبا إلى آسيا، ومن البلقان إلى القفقاس، ومن أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، ومن البحر الكاريبي إلى المحيط الهادي في آسيا. إلا أنه يؤسفني جداً بأن علاقاتنا مع دول الجيران ليست على المستوى المرغوب مقارنة بعلاقاتنا مع الدول الصديقة البعيدة. ونحن نؤمن بأن الجار أولى وحقوقها أعظم. وأعتقد أننا اليوم في أمس الحاجة إلى التكاتف والتعاضد والتشاور وعمار الفكر والاجتهاد الجماعي. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس هيئة علماء المسلمين في العراق وأمينه العام وجميع أعضائه، وأتمنى من العلي القدير أن يبارك في جهودهم، وجزاهم الله خيراً جميع من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر العظيم. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، ويجعل يومنا خيراً من أمسنا، ويجعل غدنا خيراً من يومنا، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الداعية ومختلف من هيئة علماء المسلمين في العراق،
لما ذكره الشاطبي كنت أقرأ في كتاب المقاصد، وهو يقرر بابا بعنوان أن هذه الشريعة معصومة، ومن عصمة الشريعة أن يهيئ الله تعالى من ينهض من علماء الأمة للدفاع عنها والذب عنها، فهو يقرر أن الأمة أيضا معصومة، فكما أن الشريعة معصومة فالأمة معصومة، ويأتي بشواهد من أدلة القرآن ومن الواقع العملي، منها أن هيئه الله تعالى من العلماء للدفاع عن الحديث والفقه، وعسى الله أن يكون هذا الاجتماع العلمي امتداد لإكمال عصمة الأمة وتوطين دعائها. وعلى الرغم من نبل الأهداف والسعي لعلم جامع يجمع الأمة ويمكنها من إدراك سبل الخروج من عثراتها، لكن الطريق لن يكون مألوفا بالهموم، ستجد العوائق. وكنت أقرأ في تفسير ابن عاشور لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وفسرها تفسيرا جميلا فقال: إن أي عمل دعوي وأي نشاط علمي يسعى إلى توحيد الأمة وتجميعها سيسعى الشيطان للتخريب فيه، ولكن الله ينبه الدعاء ويقول لهم: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فلنتوجه إلى الله بقلب صادق راجين أن يقبلنا وأن يوفقنا لما فيه الخير. حين أتكلم عن علماء العراق فأنا أتكلم عن جزء من تجربة عائلية تخصني، فوالدي رحمه الله سماحة الشيخ إبراهيم زين الجيلاني هو خريج كلية الشريعة في جامعة بغداد، والتقى هناك بعدد من علماء العراق منهم الشيخ الصواف ورحمه الله الأستاذ الكريم زيدان. ولم تكن كلية الشريعة في ذلك الوقت مقتصرة على علماء العراق، بل كانت تستقطب علماء مصر، وممن درس عليهم المفسر المصري الأستاذ الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرين، فكانت كلية الشريعة في ذلك الوقت تضاهي المراكز العلمية في مصر وغيرها. في الجامعة الأردنية التي تخرجت منها وأدرس فيها والجامعات الأردنية نذكر بافتخار جهود أساتذة أجلاء من علماء العراق ساهموا في بناء وفتح برامج الدراسات العليا. نذكر فضيلة الأستاذ الدكتور قحطان الدوري الذي هو أحد أعمدة جامعة آل البيت والجامعة الإسلامية العالمية، أستاذ الجبوري، نذكر الأستاذ أبو الإخوان معروف، نعم، نذكر من تتلمذنا على كتبهم وإن لم يكونوا مدرسين عندنا، مثل الأستاذ حمد الكبيسي، وقد ناقشني في الرسالة رسالة الدكتوراه الدكتور أحمد الكبيسي، والدكتور عبد الكريم زيدان كتبه مقررة في أصول الفقه. وفي إلى جوار كتب الشريعة هناك كليات شقيقة لكلية الشريعة ككلية الحقوق وكلية الآداب، كان هناك عدد من الأساتذة الذين أسهموا في تأسيس البرامج في جانب القانون الدستوري. نذكر الأستاذ الدكتور منير البياتي، وفي جانب القانون الدولي الأستاذ الدكتور خليل الحديثي رحمه الله تعالى، الذي كانت وفاته بطريقة مؤلمة، وهو مختص في القانون الدولي وقد مثل العراق في المنظمات الدولية، وكانت وفاته دهساً مثلما دهس القانون الدولي نفسه يوم احتلة العراق. نذكر البروفيسور عبد المجيد الحكيم
وكان أستاذاً للقانون المدني، وألف كتاباً الكافي في القانون في شرح القانون المدني الأردني والقانون العراقي، والقانون المدني مستمد من الشريعة الإسلامية، وهؤلاء قاموا بمقاربة بين الشريعة الإسلامية وبين الفقه الإسلامي والقوانين الحديثة. في جانب قانون العمل والعمال كان عندنا الدكتور سعدون القشطيني، في القانون التجاري الدكتور عزيز العكيلي، وفي جانب شركات التأمين استفادت منها كبيوت خبرة كان هناك خبير شهاب العنبكي. هذه الأسماء وغيرها أسهمت في النهضة العلمية في بلاد الشام، فهي بركات من العراق استفدنا منها في بلاد الشام، ويمتد هذا الأثر إلى تاريخ قديم. فحين نذكر ابن قدامة المقدسي ابن جماعين الذي نشر المذهب الحنبلي، فهو تلميذ المدرسة القادرية وتتلمذ على مدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني، وعسى الله تعالى أن يجعل للمدرسة العراقية نهضتها المأمولة، وتعود تزهر على بلاد الهلال الخصيب وعلى الأمة الإسلامية. أرجو الله تعالى مرة أخرى أن يبارك في جهودكم، وأن يجعلها جمعاً للأمة على تنوعها. كم سررت وأنا أرى هذه الوجوه الطيبة تجمع الأمة الإسلامية، وكم نحن في شوق إلى المؤسسات الجامعة للأمة الإسلامية، ولعل أحد مؤسساتنا الجامعة هي المؤسسات العلمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وأفصح من نطق بالضاد. فأحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام سلم وسلام، أمن وأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، الشكر موصول لهيئة علماء المسلمين بالعراق في شخص أمينها العام الشيخ الدكتور مثنى حارث داري رعاه الله، والقسم العلمي بالضبط وبقية الأقسام المؤازرة. والشكر موصول للمملكة الأردنية، إذ نرفل في أجوائها الربيعية الرائعة. أيها السادة، أيها العلماء، أيها المفكرون، أقول قال الفراهيدي، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: لكل شيء صناعة، وصناعة العقل حسن الاختيار. لكل شيء صناعة، وصناعة العقل حسن الاختيار. فاختيار هذا الموضوع في هذا الإبان بالضبط هو قطعة من عقل الهيئة المباركة. وأحد أعلام العصر الحديث من أهل العراق دكتور عماد الدين خليل، الذي زارنا في مدينة وجدة بالمغرب، وأول كتاب شخصيا قرأته له هو إعادة تشكيل العقل المسلم. العقل المسلم صناعته حسن
الاختيار. موضوع العلم والعلماء ليس موضوع فترة تنتهي، وإنما هي من الموضوعات الحيوية الممتدة. الساعة إلى قيام الساعة، كما قال أحمد ابن حنبل: مع المحبر إلى المقبرة. واستعملت مع بدل من، لأن من تفيد الابتداء وقد يكتنفها انقطاع، لكن مع المعية، مع المحبرة إلى المقبرة. فحين نقرأ في صحيح البخاري في أشراط الساعة وكتاب الفتن والملاحم، من بين ما ورد من الأحاديث الصحيحة: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. فنتساءل نحن طلاب العلم، كيف يرفع العلم؟ هل يحذف من الصدور؟ يأتي حديث آخر ليشرح ويفصل: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالمون اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، أي في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم. ما السر في أن يساق هذا الحديث في أشراط الساعة؟ كان يقبض العلماء على مر الزمان، لكن الأمة برمتها كانت تنجب العلماء في كل آن وحين. إذا مات عالم يولد عالم، لكن هذا الحديث سيق في أشراط الساعة لأننا نحس بأن موت العالم ثلمة في الإسلام، يترك فراغاً لا يسد مسده أحد. بالله عليكم، من يملأ مكان عبد الكريم زيدان أو شيخ حارث الداري أو الزهاوي أو محمود الصواف أو غيرهم من الأعلام الذين نحن على موعد معهم في رحاب هذه الجلسات المورقة والمباركة؟ الحركة العلمية والفكرية ميزان وقسطاس ومعيار توزن به نهضة الأمم. نهضة الأمم ليست بالخزعبلات التي يروج ويسوق لها الإعلام هنا وهناك، والعجب أن قدم الإعلام من لا خلاق لهم وأخر وسكت عن علماء عظماء صنعوا التاريخ وما يزالون في كل آن وحين. ما يجعلني أقول: لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب، تموت الأسد في الغابات في المنفى جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وذو جهل قد ينام على حرير، وذو علم مفارشه التراب. لذلك أيها السادة العلماء، هذا من باب الوفاء أن نقدم بين يدي أسيادنا وتيجان رؤوسنا كلمات موجزات في التعريف بتراجمهم ومناهجهم وأعمالهم. والإمام السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ يقول: من ورخ عالما فكأنما أحياه، من ورخ عالما فكأنما أحياه. نحن هنا
نتدارس أعلامنا في العصر الحديث لا لأجل التسلية وإنما لاستلهام الدروس والقيم والسنن التي ننفخ بها في أجيالنا الصاعدة من أجل مستقبل مشرق، وحتى لا نعمق الهوى التي يراد أن تعوق بين جيل العلماء السابق وجيل التواصل والعالم الأزرق والغافل عن علمائه اليوم. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يمكن أن يفسد بوضعه على قصعة السلطان أو في طبق من الطائفية، وحلل ولا حرج. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلاً بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، لهم المهابة لكم المهابة والجلالة والنهى، وفضائل جلت عن الإحصاء ومداد ما تجري به أقلامهم أقلامكم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالب علم النبي محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ما أنتم وسواكم بسواء. وأخيرا، الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم وأنتم أحياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، السادة القائمون على هذا المؤتمر المبارك، السادة الضيوف الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون أمامكم في هذا المقام لأقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة الباحثين والضيوف الكرام خالص الشكر والامتنان والعرفان إلى القائمين على هذا المؤتمر الموقر، على عقدهم هذا المؤتمر وعلى دعوتنا للمشاركة فيه وعلى حسن ضيافتهم لنا. أيها الحضور الكرام، من السعادة العظيمة أن نجد مشاركة فعالة من السادة الأجلاء من العلماء والأكاديميين والمفكرين والباحثين والمثقفين والكتاب في هذا اللقاء الطيب والمؤتمر المبارك لدراسة الحالتين العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث، وليدلوا بدلوهم ببحوثهم ودراساتهم،
ولتكون هذه البحوث والدراسات نواة بحثية مفصلة في المستقبل، حيث كان العراق ولا يزال بفضل الله سبحانه وتعالى بلد الحضارة والعلم والعلماء والفكر والثقافة، وحري بأهل العلم أن يتطرقوا إلى هذه الحالات ويبينوا خفاياها ومزاياها، لا سيما الحالتين العلمية والفكرية. وقد كان عنوان هذا المؤتمر بمحاوره المختلفة فرصة ثمينة للباحثين بمختلف تخصصاتهم للمشاركة فيه وتقديم بحوثهم القيمة، فكانت الجهود مثمرة بفضل الله تعالى. وأقول للسادة الكرام القائمين على هذا المؤتمر الموقر المبارك، لقد وفقتم في اختيار عنوان موضوع المؤتمر، ونقدر ونثمن جهودكم المباركة الكبيرة تواصلت فيه ساعات العمل بصياغة المحاور واستكتاب الباحثين وتسلم البحوث وتحكيمها والتواصل المستمر مع الباحثين وتنظيم وترتيب ما يحتاجه هذا اللقاء المبارك وتحمل الصعاب والمشاق لإنجاح هذا المؤتمر. ومن هنا نقدم دعوتنا للجهات والمؤسسات العلمية بمتابعة أعمال هذا المؤتمر والعمل على منواله بتعزيز وجود الحركة العلمية والبحث التاريخي المؤصل لجهود العراقيين. وفي الختام نكرر شكرنا لجميع القائمين على هذا المؤتمر، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق والنجاح لإتمام أعمال المؤتمر والخروج بنتائج مرضية، وأتمنى لجميع الحضور التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الأساتذة العلماء الكرام الأفاضل على كلماتهم في حفل افتتاح المؤتمر، ثم بعدها نبتدئ على بركة الله الجلسة الأولى بإدارة الدكتور عبد الحميد العالي.